اولا نظن حنا راح لنا المقابله في الشوط الاول وين كنا قادرين نسجلوا عده اهداف. نظن في الشوط الثاني كان نوع من التعب وثاني الفريق الخصم يعني كان ند للند لينا. على العموم واش نقول، هذه هي اول مقابله تاع رمضان ونظن انا اللي يهمني هو المجموعه تاعي، يعني نبقى نحافظ على المجموعه. على بالنا بلي عندنا دي لاكين سيرتو القدام، اليوم ربما اول هدف اللي سجلناه في اربع مقابلات. شدينا الكرة لعبنا، تبقى لي في كاسيتي، تبقى كيما نقول لك الحيلة تاع اللاعبين، تبقى كيما نقول لك اشياء كيما نقول لك جزئيات اللي ماناش متحكموا فيها حقيقة. وهذا مستوانا يعني نبقاو يعني سي النيفو تاعنا هذا ما كان. بون السلام عليكم، الحمد لله يا ربي وين كانت نتيجة يعني تعادل مع فريق جاي يلعب هنا باش يدي 3 بوان باش يمنع روحه. وين كانت المباراة يعني مقفولة حين ما يعني نقولوا الحمد لله ونواصلوا المشوار نضمنوا البقاء بأرياحية في أقرب وقت. هذا هو الهدف يعني هذا الحمد لله، هذا واجب عليا يعني وين ننقذ الفريق ساعي من قطاس الخصم. الحمد لله الله الحمد لله يعني ما كانش الشيء هذا. وي حقيقة احنا جينا يعني عازمين على ثلاث نقاط، مالوريزمون يعني الامور ما مشاتش كيما حابين. ممكن هي كيشوفوا مجريات تاع اللقاء سوسوا يعني احنا ولا مولوديه قسنطينة، الفريقين في زوز كان بامكان منه فريق يفوز. صافي كيشوفوا الكم الهائل تاع يعني لي زوكازيون كري، فوالا لي زوكازيون كري. بوف نشوف انه ممكن عامل الصيام اليوم اثر شويه، راك تعرف لا بروميير سيمين لادابتاسيون
زيد اليوم شويه في قسنطينه كانت شويه حراره، حتى التوقيت ما يساعدش. هنا كيشوف فرق كيما مولوديه قسنطينه ولا اتحاد عنابه ولا فرق بزاف يعني في البطوله هذه نجوا يلعبوا يعني بعد الافطار، لانه عندهم الامكانيات اللي يخليهم. مالوريزمون هذا هو لو سور. حنا واش نقول لك، هذه النقطه ما ترضيناش، لانه يعني المشوار تاعنا في البقاء يعني صعيب شويه. كنا حابين ثلاث نقاط، يعني اوني فريمون ديسو يعني اللي ما قدرناش نديو ثلاث نقاط، مي ما عندناش خيارات اخرى، ما علينا الا بالعمل، المثابره، الرجلي والشيء اللي ماهوش قاعد يمشي لنا في المقابلات، باه الفريق او موا في لاسويت يكون قادر انه يربح المباريات. لانه دوكا سي تو تو باز اونيكمون على المقابلات دوميسيل وانت ريليغابل شويه صعيبه، دونك لازمنا ثاني مباريات اللي لازم نجيبوها يعني من خارج الديار. راح نخدموا دون سو سونس، وان شاء الله ان شاء الله في الاخير انه نحقوا الهدف المشروع. الجمهور شو نقول لك، علامه مسجله تاع اتحاد عنابه. دي فوا انت انا درك خرجت يعني ما قدرتش حتى نهز راسي معاهم. علاه؟ انه في تنقل ازر يحب فريقه، مي احنا رانا هنا على جالو على جالو، بربي ان شاء الله يعني نديروا كل الوسائل وكل السبل باه يعني الفريق هذا يقعد في القسم الوطني الثاني، وممكن الموسم القادم تكون الامور احسن في فريق اتحاد عنابه.